في إطار الدروس التي تقدم عن بعد، نقدم اليوم درسا في الدعم والتثبيت لفئة تلاميذ السنة الثانية الإعدادية، والدرس حول كفاية القراءة المنهجية مع إدماج مهارة التعامل. درسنا سيكون حول قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وهي بعنوان فكر بغيرك. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذه القصيدة، وهي مغناة من قبل فنانة فلسطينية تسمى ناي البلغوثي، لنقارن بعد ذلك بين النص الغنائي والنص القرائي، فلتستمعوا إلى هذا المقطع من هذه الأغنية. وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام، فكر بغيرك وأنت تخوض حروبك، لا تنسى من يطلبون السلام. شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. بعد أن استمعنا إلى هذا المقطع من هذه الأغنية التي تحقق القصيدة، نستمع الآن إلى قراءة لهذه القصيدة ثم نقارن بين النمطين. يقول الشاعر: فكر بغيرك وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك لا تنس شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر في الآخرين البعيدين، فكر بنفسك قل ليسني شمعة في الظلام. الآن بعد هذه القراءة وبعد أن استمعنا إلى الأغنية، نحاول أن نقوم بمقارنة بين الاثنين، بين الشعر الصوتي وبين الشعر الغنائي الذي قدم بالألحان. فماذا تلاحظون وماذا يمكن أن تروا مما يجمع بين الاثنين؟ هي تغني مصحوبة بلحن، وأنا قرأت قراءة شعرية. الشعر لا يمكن إلا أن يغنى، معنى هذا أن هناك علاقة بين الشعر وبين الغناء. هذه العلاقة تكمن في كلمة أساسية يمكن أن تفكر فيها وأن تلاحظها بسرعة، قضية الإيقاع.
الشعر فيه إيقاع والموسيقى واللحن فيه أيضا إيقاع، الذي يجمع بين الاثنين هو هذه الكلمة الأساسية التي هي الإيقاع. لهذا لا يمكن أن يغنى كلام ليس فيه إيقاع، الشعر إيقاع والموسيقى أيضا إيقاع. هذا الجانب هذا يوصلنا إلى أن نقول أن الغناء فيه صعوبة في الأداء، والشعر أيضا لا يمكن أن يقدم كما يقدم الكلام العادي، هناك طريقة لإلقاء الشعر فيها جهد وفيها تعب أيضا لكي يوصل المعنى كما أراده الشاعر. الشعر يقرأ بطريقة فنية أيضا وله طريقته في القراءة. إذا نستنتج من هذا أو نخلص إلى هذا، يمكن أن نسميه أيضا هناك تعاون بين الشعر المكتوب المقروء وبين الشعر الذي يغنى، وكان هناك نوعا من العلاقة الحميمة بين الاثنين يتعاونان لكي يوصل معاني الشعر إلى المتلقي. بعد هذا يمكن أن نصل إلى أننا ننظر في الشعر، ما هي خصائص الشعر، ما هي الشكل الذي يوحي لي بأنني أمام قصيدة، وهو ما نسميه بنوع النص الذي بين أيدينا. إذن فما هو نوع هذا النص؟ نعرف أنه شعر، لكن نريد أن نستدل من خلال مؤشرات معينة على أن هذا شعر. ثم نرى أيضا بعد ذلك ما هو نمط هذا النص، ما نمط النص. إذن نبدأ أولا بالشعر، كيف نستدل على أن هذه قصيدة؟ من شكلها ترون أنها مكتوبة بطريقة خاصة. درستم الرسالة مثلا، درستم القصاصة في السنة الماضية، هذه ليست رسالة، هذه ليست قصاصة، هذه قصيدة. أنتم تعرفون ربما تستأنسون أن الشعر العربي يكتب بطريقتين مختلفتين، إما أن نكتبه بهذه الطريقة وإما أن نكتبه بهذه الطريقة. هذه الطريقة التقليدية القديمة فيه البيت شطراني، وهذه الطريقة الحديثة التي تكتب بها القصيدة الحديثة وهي السطر. عندنا هنا البيت وهنا السطر. إذن قصيدتنا تدخل في إطار هذا النمط الجديد وهو الشعر الحديث، لأنها مكتوبة بهذه الطريقة، الشعر الحديث. إذن نحن أمام قصيدتي كما ترون. إذن نستدل من خلال مؤشرات شكلية على أننا أمام قصيدة، نحن أمام شعر. هكذا نستنتج أن نوع النص هو شعر. نأتي الآن إلى نمط النص. نمط النص، نمط النص نستخلصه من خلال أيضا مؤشرات معينة. المؤشرات التي نأخذها هي عبارات تكون دالة في النص. نقرأ: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، لا تنس، فكر بغيرك، فكر فكر، قل، أفعال للأمر، قل فعل أمر، فكر فعل أمر، لا تنس هو نهي، ولكنه في الحقيقة النهي هو أمر بالكف، فالنهي نخلص إلى الأمر. معنى هذا أن القصيدة في نمطها أن الشاعر يتوسل بطريقة في الكتابة ليوصل المعاني بهذه الأفعال الآمرة. هنا نستخلص أن النص ليس نصا تفسيريا، ليس نصا حواريا، وإنما هو نص أمري، نص أمري آمري. هكذا يمكن نقول استنتاج لهذا أننا أمام نوع النص ونمط النص. نوع النص نوع شعري، نمط النص هو نمط أمري أمري، بعضهم يسميه النمط الإيعازي، أنه يوعز بأن تفعل شيئا ما.
افعل ولا تفعل. إذن هذا النمط النص النمط الأمري، هذا النمط الأمري له قصد، الشاعر له مقصدية من خلال هذا النمط الأمري، وهو أنه يغير السلوك، يريد الشاعر أن يغير سلوك من يتحدث عنهم، لهذا فهو يأمر وينهى لكي يصل إلى هذه الحقيقة وهي تغيير السلوك. إذا بعد أن وصلنا إلى نوع النص الشعري ونمط النص الأمري، هذا يفتح لنا مجال لدراسة النص من حيث مضمونه، الجانب المضموني أو الجانب التخاطبي في النص سنركز فيه على نقطة أساسية ونقطة مهمة جدا. إذا نعود إلى القصيدة لكي نرى هذا المضمون كيف ندرسه. إذا أنت أمام هذه القصيدة، فكيف ستبدأ لكي تدخل إلى مضمونها؟ إذا نلاحظ القصيدة ونرى هناك تقسيما يبدو في القصيدة، تقسيما السطر الأول السطر الثاني يختلفان بهذين المعقوفين، فنرى الشاعر يمضي بهذا التقسيم، سطر مفتوح وسطر محصور، سطر مفتوح وسطر محصور، سطر مفتوح وسطر محصور، وهكذا تمضي القصيدة بهذه الطريقة، وكأننا أمام فئتين داخل النص، فئة أولى وفئة ثانية. الفئة الأولى تراها أنت، أنت تعد فطورك، هناك خطاب بالضمير أنت، فكر أنت. ثم يأتي لا تنسى قوت الحمام، أنت حاضر، أنت أمامه، الحمام غائب، وأنت تخوض حروبك، أنت فئة. لا تنسى من يطلبون السلام، فئة أخرى وهي الفئة المحصورة والفئة الغائبة، هم من؟ هم. وأنت نفسه. ثم من يرضعون؟ هم. إذن هناك في النص من الفئتان، فئة الأولى وفئة الثانية، إذن تستغل عليها بهذه الطريقة. دعنا في النص هاي الفئة الأولى ثم الفئة الثانية، سنحاول أن نضبط ونسير معا وأنتم ترون ذلك، أن نأخذ من كل فئة الصفات التي تميزها، الأفعال التي تقوم بها، ولكن لن نكتب كل شيء، سنكتب فقط الكلمات الأساسية، الكلمات الأساسية. وأنت تعد فطورك، فكر بنفسك، تعد فطورك. وأنت تخوض حروبك، وأنت تسدد فاتورة الماء، وأنت تعود إلى البيت، وأنت تنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، وأنت تفكر في الآخرين البعيدين، تفكر في الآخرين. إذا سجلناها هنا حتى نستطيع أن ندرسها، فطورك، حروبك، الماء، البيت، تنام النوم، ثم الاستعارات، هذه وأنت تفكر في الآخرين. سنتركها ونفصلها عن القصيدة لأن لها لازمة أخرى، فكر بغيرك، وهنا فكر بنفسك. إذا سنسرق هذا كأنه عنصر استنتاجي للقصيدة كلها. إذا سنقف فقط عند المقطع هذا، الاستعارات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الفئة الأولى هذه صفاتها، لكن حينما نرى الشاعر يتحدث عن هذه الفئة يتحدث بهذا الخطاب، أنت تعد فطورك، شخص واحد، أنت تعد فطورك،
أنت تخوض، وكأنه يتحدث مع شخص واحد، شخص محصور حول نفسه، شخص لا يفكر إلا في نفسه. إذن هذه المجموعة أو الفئة الأولى يجمعها شيء واحد أساسي، وهي الأنانية، الانحصار حول الذات، وهي فئة تملك كل شيء، فئة منعمة. فئة منعمة تستمتع، تستمتع بالطعام، تستمتع بالقوة، تستمتع بالمال، تستمتع بالسكن، تستمتع بالنوم، تستمتع بالكلام، ترفيه في الكلام. الاستعارات هي طرف في الكلام. الفئة الثانية هي الفئة المحصورة، لا تنسى قوت الحمام، قوت الحمام، لا تنسى من يطلبون السلام، لا تنسى من يرضعون الغمام، لا تنسى شعب الخيام، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، لا نوم لم ينم، من فقدوا حقه في الكلام، فقدوا حق الكلام. الفئة الثانية لها صفات أخرى تتميز بها، لكن قبل ذلك ننتبه إلى نقطة أساسية. هذه المجموعة الأولى أو الفئة الأولى فئة فيها ضمير واحد أنت، لكن هنا حينما نأتي إلى الضمير الغائب هنا، وهم، هم من يطلبون السلام، هؤلاء هم، معنى هذا أن هذه الفئة تشكل قلة، أما هذه الفئة فتشكل كثرة. من يطلبون السلام، من يرضعون الغمام، هي كثرة، سنسجلها. إذن نبدأ الفئة الثانية فيها القوت الحمام. القوت، القوت هو الذي يسد الرمق لكي لا يموت الإنسان، ليس طعام فيه بطخ لكي يسد الرمق. السلام، الغمام، الخيام. لا نوم، الكلام، لا كلام. هذه الفئة هي الغير، الغير. الفئة المنعمة هذه الفئة البائسة، هذه الفئة الكثيرة، قلة كثرة، بائسة محرومة. هذا التقابل بين الفئة الأولى والفئة الثانية، الفطور، الشبع، الشبع، القوت، الكفاف، الجوع، الحروب، القوة، السلام، الضعف، الماء متوفر، الغمام، الماء في السماء بعيد كأنه حلم، البيت، الراحة، الاستئناس، السكن، الخيام، التشرد، النوم، الراحة، الاستمتاع، لا نوم، التعب، القلق، السهر، الاستعارات، الترف في الكلام، الترف، كلمة منمقة، لا كلام، الإخراس. هم مخرصون، ليس لهم حق حتى في الكلام. بعد هذا، هذه أنت، وهنا الشاعر، فكر، فكر بغيرك، فكر بغيرك، فكر بغيرك. يتدخل الشاعر آمرا
نمط النص الأمري آمر، ولكن هذا الأمر ليس أمرا واجبا، ليست له سلطة، ليست له قوة، وإنما كأنه يرجو وكأنه يستعطف وكأنه يطلب من هؤلاء أن يفكروا في هؤلاء، يريد أن يحول هذا السلوك إلى هذا السلوك، إلى تعاون، أن يفكر هؤلاء في هؤلاء، مهارة التعاون، أن يتعاونوا فيما بينهم لكي يتحول هؤلاء إلى أناس حقيقيين لهم حقوق. إذن هذا الجانب الأساسي في هذه العلاقات داخل النص بهذه الصورة. أتبقى أو يبقى ذاك البيت الأخير أو السطر الأخير مع لازمته، قل ليس لي شمعة في الظلام، وأنت تفكر في الآخرين فكر بنفسك. حينما ننظر إلى هذا نجد فيه تحقق هذا، فكر بغيرك، فكر بغيرك، فكر بغيرك، فكر بغيرك، ونصل في النتيجة إلى هذا، وأنت تفكر في غيرك. الشاعر وصل إلى النتيجة، هؤلاء وكأنهم الآن قد قبلوا، وأنت تفكر في الآخرين في غيرك، فكر بنفسك، وتنقلب الآية، فيصبح ذلك الإنسان الأناني الذي كان يفكر في حروبه وفي فطوره وفي مائه يصبح شخصا قد دخل إلى نفسه واستقر على الإنسان الداخل، حينئذ يصل إلى هذا، إلى شمعة في الظلام، وننتقل من التعاون إلى التضحية، لأن الشمعة كما تعرفون الشمعة في الظلام تحترق لكي تضيء الظلام، فهي تعطي من نفسها للآخر، فننتقل إلى صورة أخرى. إذا نرى الآن هنا كيف أن أصبحت أنت تفكر في غيرك، تصبح في الحقيقة تفكر في نفسك، وحينئذ تنتقل إلى أن تصبح شمعة، شمعة تضيء للآخرين، فننتقل إلى هذا، إلى التضحية. إذن هذا هو باختصار مضمون القصيدة بهذه الصورة التقابلية الثنائية الضدية إذا شئنا، ولكن الشاعر يرحل معنا بهذه الطريقة من فئة ويغير عن طريق هذه مهارة التعاون، التعاون حتى نصل إلى قمة التعاون وهي التضحية، أن يصبح الشخص الذي كان يفكر في نفسه يفكر في غيره، فيجد نفسه وحينئذ يحقق هذه التضحية. لن ننتقل الآن إلى النقطة الثانية وهي خصائص الشعر، بماذا يتميز الشعر، بماذا يتميز الشعر، وهو ما ذكرناه في بداية قضية الإيقاع، نعود إليها مرة أخرى. إذن هذه أشياء ربما سبق لكم أن رأيتموها، ونحاول أن نتذكرها مرة أخرى. ما هي هذه السمات التي تميز الشعر، النص الشعري، ما هي الجانب الفني في هذه القصيدة التي تميزها عن الكتابات الأخرى؟ إذا ننظر إلى القصيدة مرة أخرى ونرى هذا الجانب الفني فيها. إذا أول شيء تلاحظونه بعد تركيزي، الشيء الغريب في القصيدة. إذا حينما ننظر في القصيدة نرى هذا الجانب الغريب فيها، الجانب الغريب فيها هو التكرار. إذا أول شيء هو التكرار، نكرر، الشاعر يكرر، أنت 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 أنت، فكر 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 فكر، لا تنسى لا تنسى، يستعمل التكرار. إذن الجانب الأول في الذي سندرسه
في الجانب الفني في القصيدة، هي مميز الفني في الجانب الفني. المميزات الفنية للقصيدة هذا أولا، التكرار، الشاعر يشتغل على التكرار. إذا التكرار له هدف آخر، التكرار قد يكون أيضا، لماذا نستعمل التكرار؟ نستعمله للتوكيد، أؤكد أكرر لك أؤكد المعنى، لكن في القصيدة هذا التكرار لا يحدث ملل. فكر بغيرك، فكر بغيرك، ولا يحدث ملل في القصيدة. لماذا؟ لأن المعنى يتجدد في كل عبارة، تأتي فكرة جديدة. إذا كأننا ننتظر من الشاعر أن يكرر المعنى، ولكنه يجدد المعنى. إذا هذا التكرار هو تجديد للمعنى، يجدد المعنى، الشاعر يجدد المعنى لا يكرر نفس المعنى. الثاني التوازي، التوازي، توازي في القصيدة. التوازي كما ترون في الرياضيات، خطان متوازيان يسيران على شكل وعلى نمط واحد لا يلتقيان، التوازي. وهذا شيء مخفي في القصيدة، تلاحظونه معي في السطر الأول هذا والسطر الثالث ببساطة. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. يستعمل نفس الهيكل في القصيدة، نفس الهيكل. وأنت، وأنت تخوض تعد حروبك فطورك. التوازي أنتو حنايا في وأنت زائد فعل مضارع زائد مفعول، فعل وأنت فعل مضارع مفعول به. وأنت تعد فطورك، وأنت تخوض حروبك، وأنت تسدد فاتورتك، وأنت تعود إلى البيت. يعني البيت تكاد يشكل مفعول به لكن خرج عن السياق، لكن وأنت تحرر نفسك. أنت في المضارع ونفسك، التوازي داخل القصيدة، هذا يسمى بالتوازي. ثالثا نرى القافية، القافية، الحمام، السلام، الغمام، الخيام إلى آخره، القافية التي تنتهي بها هذه السطر الثاني في القصيدة كلها. الغمام، الحمام، ماذا تلاحظون فيها؟ سلام، حمام، غمام. إذا هناك من الانسجام الصوتي في آخرها، مام، مام، مام إلى الآخر. هذا نوع من الإيقاع الذي تحدثنا عنه في بداية النص. القافية إيقاع زائد انسجام صوتي، انسجام صوتي في القصيدة يعطي هذا الجانب الموسيقي فيها. سنأخذ من الصورة الشعرية عنصر واحد وهو التشبيه. طبعا التشبيه تعرفونه، المشبه، المشبه به كما ربما رأيتم في دراساتكم، لكن أين هو، أين هو التشبيه في القصيدة؟ يكاد يكون مخفيا، لهذا يصعب اكتشافه، نسمعا نجده في آخر القصيدة. قل ليتني شمعة، ليتني أنا شمعة، الياء ضمير المتكلم أنا شمعة، وهو يتمنى أن يكون شمعة. إذن هذا التركيب، هذا تركيب تشبيهي، وكأن الشاعر قال هنا أنا شمعة. إذن
هو ليس شمعة حقيقية، وإنما هناك التشبيه مخفي، ما استعملش هذه الكاف. أنا ك كان سيقول أنا كالشمعة، ليتني كنت كالشمعة، كنت كالشمعة التي تحترق في الظلام. فحذف هذا وترك فقط المشبهة وهو هذه والمشبهة به وهي الشمعة، وركب لنا تشبيها يسمى التشبيه البليغ الذي ليس فيه وجه الشبه ولا التشبيه. هذا أنا شمعة. إذن الصورة الشعرية في التشبيه، تشبيه الخصوص هنا يعطينا الصورة الشعرية، التشبيه أنا شمعة. إذا بعد هذا يمكن أن نخلص إلى تركيب هذا النص ونصل إلى نتيجة هذه الدراسة وهذه القراءة التي قرأناها. التركيب، كيف نركب هذا النص؟ التركيب من خلال إدماج مهارة التعاون، إدماج مهارة التعاون. إذا رأينا في النص الفئة الأولى مع الفئة الثانية وبينهما هذا التعاون. إذن القيمة، إذا سألنا عن القيمة المهيمنة في النص، القيمة المهيمنة في النص هي قيمة الغيرية. الشاعر يريد أن يثبت الغيرية وينفي الأنانية. المجموعة الأولى حولها إلى مجموعة أخرى، القيمة هي الأنانية. هذه القيمة كيف حققها الشاعر داخل القصيدة؟ حققها من خلال ما رأيناه، هذا التحول، طلب التحول من الأنانية في المجموعة الأولى إلى التعاون في المجموعة الثانية. المهارة التي نراها أو نستنبطها من هذا النص أو تساعدنا على تحقيق ما حققناه هي مهارة التعاون، مهارة التعاون التي تتجلى في إدماج الآخر، استقباله، احتضانه، مساعدته، تقديم العون له. وفي الأخير نسأل هذا السؤال، كيف لك أن تنجز هذا التعاون، أن تنجز مهارة التعاون في درسك أو في قسمك؟ إذا تنتجه بالغالب بالمجموعة التي تتعاون فيها في أن تساعد الضعيف من التلاميذ. فكر بغيرك وأنك تفكر فيه في أن لا تستهزئ به مثلا، وأن تساعده في الوصول إلى ما وصلت إليه أنت. إذن هكذا نكون أسينا إلى ختم هذا الدرس، نرجو أن نكون قد استفدنا فيه، والسلام عليكم.